للمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. طبعا الأنظار كلها تتجه هذا الأسبوع نحو خطاب جيروم باول في جاكسون هول. ماذا تنتظر الأسواق من خطاب باول، وهل من الممكن أيضا التنبؤ بالتحركات القادمة بالرغم من الضبابية التي تحيط بالأسواق العالمية؟ يعني حقيقة نحن عم نشوف هذا الخطاب لجيروم باول في جاكسون هول ونقارنه بجاكسون هول السنة الماضية الذي كان بنبرة تشددية وتوعد فيها جيروم باول بتبني سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة، وكان تماما كما يعني وعد. بالتالي من المتوقع أن يستمر النهج التشددي من قبل جيروم باول، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي نشهدها من ارتفاع عوائد سندات، انخفاض قوة سندات، صعوبة أمر التضخم وعدم وصوله إلى المستهدفات حتى الآن، وفي نفس الوقت أيضا أنه في عندنا بدأ ظهور علامات واضحة من خلال الاقتصاد الجزئي على ارتفاع في مستويات التضخم، سواء بمبيعات التجزئة المرتفعة، بالتضخم المرتفع، بقراءة مؤشر أسعار المنتجين المرتفعة. كل هذه القراءات تصب في صالح رفع لأسعار الفائدة جديدة في متوقعة في اجتماع سبتمبر. بالتالي ممكن بخطاب جيروم باول في نهاية تعاملات هذا الأسبوع أن يسلط الضوء على تأكيدات إضافية أن الفيدرالي متجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، وتبني خلينا نقول تصريحات هوكش أو تشددية إجمالا. نعم، طيب ننتقل للذهب. الذهب اليوم يرتد من أدنى مستوياته في 5 أشهر، برأيك إلى أي مدى سيصمد الذهب أمام جميع ما ذكرت يعني المعطيات السابقة؟ يعني الارتداد نحن الآن عند مستويات 1900، كان قد زار مستويات 1882 تقريبا. أعتقد ارتداد الذهب هو كان عملية ضعف مؤقت في أداء الدولار الأمريكي أمام 10 عملات رئيسية، وسبب ذلك عودة مرة ثانية لارتفاعات أسعار الذهب. في نفس الوقت كان في عندنا توجه للمستثمرين كملاذ آمن نحو الذهب في الآونة الأخيرة بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت في الأسواق والضعف الذي استشفيناه من الاقتصاد الصيني ومن أسواق الأسهم. الآن عادت أسواق الأسهم للارتفاع مرة أخرى بشكل نسبي نوعا ما من أسواق أسيوية إلى أسواق أمريكية، وأيضا ارتفع عندي تعاملات الذهب خلال تعاملات اليوم، لكن لا أعتقد أنه هذا الارتفاع سيدوم، إنما من المستويات الحالية عند 1900 إلى 1902 متوقع أن نزور مستويات أدنى من القاع الذي زرناه خلال الأسبوع الحالي. بالحديث عن الأسهم أيضا، اليوم كان أسهم قطاع التكنولوجيا قادت المكاسب في أسواق الأسهم، إلى أي مدى برأيك سيدعم الذكاء الاصطناعي أداء الأسهم إجمالا في الأسواق؟ أعتقد تماما الذكاء الاصطناعي هو الذي كان المحرك الأبرز لأداء الأسهم التكنولوجيا على وجه مجمل. بالتالي كان في عنا عودة الأسهم للانتعاش بعض الشيء بعد فترة من التراجعات الحادة، وكذلك الأسواق الأمريكية على موعد مع بعض الإعلانات أرباح الشركات مثل إنفيديا وغيرها من الشركات التكنولوجيا التي تعتمد في عنوانها الرئيسي على الذكاء الاصطناعي، وأعتقد هذا هو المبرر للانتعاش المحدودة اللي شهدتها أسواق الأسهم. ولكن الخوف الأكبر هو من تصريحات جيروم باول وانتهاج السياسة التشددية ورفعات أكثر في أسعار الفائدة التي قد تضر بقطاع الأعمال إجمالا وممكن تضغط على أسواق الأسهم مستقبلا. طيب برأيك ما المحرك الرئيسي أيضا الذي سيدعم تحركات أسواق النفط الفترة القادمة؟ أعتقد النفط حاليا يعني اكتفى من الهبوط التصحيحي، عودة مرة أخرى للارتفاعات، تفاؤل بطلب مستقبلي يعني أيضا مرفق له التحسن في أسواق الأسهم، عزز بعض الشيء بعض الارتفاعات. وأيضا على الطرف الآخر في المعروض التعهدات السعودية والروسية المستمرة بالتخفيضات الإضافية، أعتقد ذلك حفز نوعا ما أنه يعود النفط للارتفاعات، إضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي المقارنة.